الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. كم لله من نعمة علينا، وكم له من فضل وإحسان وجهه إلينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجور، وأن يتقبل منكم الأعمال الصالحة، وأن يرفع درجاتكم عنده، وأن يجعل عاقبتكم إلى خير في الأمور كلها. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة كتاب الزكاة، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده وغلامه صدقة. في هذا الحديث عدد من الفوائد. الفائدة الأولى عدم وجوب زكاة بهيمة الأنعام في الخيل كما قال الجماهير، خلافا لبعض الحنفية. وليس في الحديث نفي زكاة التجارة إذا تملك الإنسان الخيل بنية بيعها والتجارة بها، وإنما المراد نفي الزكاة في الخيل لذاتها، سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة. وفي الحديث أن المماليك لا زكاة مال فيهم إلا في إحدى حالتين، وقد وقع الاتفاق على عدم وجوب الزكاة في المماليك إلا في صورتين. الصورة الأولى في صدقة الفطر، فجماهير أهل العلم يرون أنه يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عمن لديه من المماليك. والمسألة الثانية فيما إذا كان ملك الإنسان لهؤلاء العبيد من أجل التجارة بهم أو نوى بهم البيع، فحينئذ تجب الزكاة فيهم زكاة التجارة. أحسن الله إليكم. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال رضي الله عنه فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قالت: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. في هذا الحديث الترغيب في الصدقات، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الصدقة في المسجد. في الحديث زيارة النساء للمساجد وأداؤهن للصلاة فيها كما قال بذلك الجماهير خلافا للحنفية. وفي الحديث الصدقة من الحلي، وقد استدل الحنفية بحديث الباب على وجوب الزكاة في الحلي،
ودلالته على ذلك فيها شيء من النظر، لأن جماهير أهل العلم يحملون حديث الباب على صدقات التطوع، وفي الحديث نفقة المرأة على زوجها وعلى أولادها الأيتام، ونفقتها على الزوج إنما هي على سبيل الاستحباب، إذ إن الأصل أن ينفق الزوج على زوجته. وفي الحديث أن المرأة يلزمها أن تنفق على أولادها متى كانت غنية وكانوا هم فقراء. وفي الحديث أن النفقة على الزوج والأولاد تعد من الصدقات. وقد استدل بعضهم بحديث الباب على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير، والجماهير لا يرون جواز ذلك، قالوا لأن النفقة تجب عليه فهي تستفيد من ذلك، والأصل أن لا يستفيد المزكي من ماله، وحملوا حديث الباب على صدقات التطوع. وفي الحديث أن الصدقة على القرابة أعظم أجرا وأكثر ثوابا. في الحديث أن المرأة قد توكل زوجها في سؤال أهل العلم عن مسائلها. وفي الحديث سؤال المرأة العالمة عما يمر عليها من المسائل لتعرف حكم الله جل وعلا فيها. وفي الحديث جواز أن يفوض أو أن يوكل الشخص من يقف ببابه لينظم دخول الناس عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببلال. وفي الحديث التوكيل في السؤال، حيث إن زينب وكلت بلالا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتها. وفي الحديث أن من استوصاك بوصية أن تكتم شيئا من العلم فذلك لا يلزمك، فإن المرأتين قالتا لبلال لا تخبر بنا، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهما. وفي الحديث فضل زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال عن أم سلامة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر أن أنفق على بني أبي سلمة ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. في الحديث فضل أم سلمة رضوان الله عليها. في الحديث أن الأم تنفق على أولادها الأيتام متى كانت غنية وكانوا فقراء. وفي الحديث ما وضع الله في القلوب من رحمة تجاه الأبناء. وفي الحديث أن نفقة الإنسان على قرابته من أسباب رضا الله ومن أسباب الحصول على الأجر. وفي الحديث استحباب الإكثار من النفقة على الأقارب ليعظم أجر الإنسان بذلك. وقد استدل بعضهم بحديث الباب على جواز دفع المرأة لزكاتها لأولادها الأيتام الذين يكونون في حجرها، ولعل الأظهر أن حديث الباب لا يدل على ذلك، فإنما هو في النفقة وليس في الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. في الحديث الترغيب في الصدقات،
وبعث الإمام للسعاة ليجبوا له الصدقة، والظاهر أن مراده بقوله الصدقة الزكاة الواجبة، وفي الحديث تبليغ الإمام، ومن يتولى شؤون الزكاة بمن يمنع الزكاة ولا يدفعها، وفي الحديث فضل الله عز وجل على العباد حيث أغناهم بعدما أصابهم من الفقر، وفي الحديث أن من شاهد الفقر ينبغي به أن يكون شكره لله على جهة المبادرة والمسارعة، وهو قد عرف فضل الله عليه. في الحديث فضل خالد بن الوليد ومكانته، وأنه كان يبذل من ماله في سبل الخير، وفي الحديث مشروعية الأوقاف حيث احتبس خالد أدراعه وأعتده في سبيل الله، وفي الحديث جواز وقف المنقولات، فإن الدرع من المنقولات، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، وبالتالي لا يصح أن نحصر الأوقاف في العقار. وفي الحديث من الفوائد مشروعية التعزير بالمال بحيث يعاقب من لم يدفع الزكاة في وقتها بمضاعفة الصدقة عليه، ولذا قال فهي عليه صدقة ومثلها معها، وأخذ من هذا جواز التعزيرات المالية لمن خالف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، فلم يسأل أحد منهم إلا أعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء ما أنفق بيديه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في الحديث من الفوائد مشروعية إعطاء السائلين للصدقات والأموال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث التزهيد في سؤال الآخرين من أموالهم، وبيان أن الأفضل أن يستغني الإنسان عن أموال الآخرين. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وفي الحديث تسمية الأموال وأمور الدنيا خيرا، فإنه قال ما يكون عندي من خير، وفي الحديث مشروعية الاستعفاف عن أموال الآخرين، وبيان أن ذلك من فضائل الأعمال. وفي الحديث الترغيب في تعويد الإنسان نفسه على الاستغناء عن الخلق، وفي الحديث الترغيب في زراعة الإنسان الصبر في نفسه، ولذا قال ومن يتصبر يصبره الله، وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وفي الحديث عظم أجر الصابرين، وبيان أنه من أفضل الأعمال، ولذا قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب حزمة على ظهره فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. في الحديث الترغيب في ترك سؤال الناس، وبيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس ما في أيديهم من الأموال، وفي الحديث مشروعية عمل الإنسان للاكتساب، وأن العمل والاكتساب
أفضل من مسألة الآخرين، وفيه بيان ما عليه هذه الشريعة من الترغيب على أداء الأعمال والسعي في سداد حاجة المحتاجين. وفي الحديث عمل الإنسان بعمل يده، وأن ذلك لا ينقص من مكانته عند الله جل وعلا. وفي الحديث جواز الاحتطاب إذا لم يمنع منه مانع. قد أثنى على الرجل بكونه يحتطب حزمة على ظهره ثم يبيعها، في الحديث جواز بيع الأحطاب والحطب وعدم المنع من ذلك. في الحديث الترغيب في أن يأكل الإنسان من عمل يده، وفيه أيضا ترغيب الإنسان أن يتصدق بما يحصله من مال يكتسبه. وفي الحديث جواز أن يمنع من سئل، فإذا جاء شخص وطلب من صاحب مال مسألة فإنه يجوز له أن يرده، ولهذا قال خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه. وإن كان الأفضل أن يعطي الإنسان السائلين ولو كان شيئاً قليلاً يسيراً. قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى في صفات المنافقين أهل البر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية. وفي الحديث من الفوائد جواز صعود الجبال سواء للتنزه أو للاحتطاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. في الحديث الترغيب في العمل والاكتساب. وفي الحديث جواز صنع الحبال. وفي الحديث الإتيان بالحطب وربط الحطب. وفي الحديث حمل الحطب على الظهر. في الحديث جواز بيع الأعشاب والحطب. وفي الحديث تزهيد الإنسان في سؤال الآخرين من أموالهم. أثابكم الله. قال رحمه الله قدم عبد الله بن السعدي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قال إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. في الحديث من الفوائد جواز عمل الإنسان الأعمال العامة بما يعود على الآخرين بالخير، ولهذا كان الولاة يولون الآخرين الأعمال العامة. وفي الحديث جواز إعطاء الأجرة لمن يتولى هذه الأعمال العامة والوظائف. وفي الحديث كراهة أن يرد الإنسان ما يأتيه من أجر عمالته أو ما يأتيه من العطاء إذا لم يكن ذلك بطلب أو إشراف نفس. وفي الحديث أن تملك الأموال لا يتنافى مع الرتبة العالية
ومع زهد الشخص. وفي الحديث أنه لا يمتنع أن يجتمع الأجر والثواب الأخروي على العمل مع نيل الإنسان أجرة عليه. ولهذا قال المالكية والشافعية بجواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وكان من أدلتهم هذا الحديث. وقال الحنفية والحنابلة بعدم جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، والقول الأول أرجح لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي الحديث عظم أجر أولئك الذين يؤدون أعمالا عامة متى كانوا ينوون بذلك التقرب لله عز وجل والحصول على رضاه. وفي الحديث أنه يوجد تفاضل بين طرق البذل والعطاء، فيقدر لكل طريق قدره. وفي الحديث أنه لا يحسن بالإنسان أن يرد ما يأتيه من مال عام من غير مسألة ولا إشراف نفس. وفي الحديث الإشارة إلى رواتب الموظفين أو ما يسمى برزق الولاة والعاملين على الزكاة. وفي الحديث جواز أن يتملك الإنسان ما وهبه له صاحب الولاية العامة. وفي الحديث جواز الصدقة مما يأتي الإنسان من الهدايا، ولهذا قال: خذه فتموله وتصدق به. وفي الحديث أن من جاءه من مال وهو غير متطلع له ولم يسأله فحينئذ يجوز له أن يأخذه، بل الأولى أن يأخذه، فإن احتاجه بذل وأنفق على نفسه، وإن لم يحتج فلا يتبعه الإنسان نفسه. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، وإن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. وفي رواية: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. في هذا الحديث من الفوائد التزهيد في سؤال الآخرين أموالهم مهما بلغت درجة الإنسان وفقره. وفي الحديث أن من كان غنيا حرم عليه سؤال الآخرين من صدقاتهم، وأنه يأثم بذلك، يكون من أسباب رد دعواته. وفي الحديث ما كرم الله به الإنسان من وجعل اللحوم على وجهه. وفي الحديث من الفوائد ذكر بعض أحوال أهل النار أعاذكم الله منها. وفي الحديث بيان أن الشمس تقرب يوم القيامة، وأن الناس يوم القيامة يصيرون جثا، كل أمة تتبع نبيها. وفي الحديث فضل محمد صلى الله عليه وسلم وعلو درجته، حيث دعا من قبله من أولي العزم فلم يستجب لهم، فدعا صلى الله عليه وسلم فاستجيب له. وفي الحديث من الفوائد قبول الشفاعة، فإن هؤلاء قد طلبوا منه أن يشفع لهم
عند الله جل وعلا. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان ينظر إلى المشكلة القريبة ولا ينظر إلى المشاكل البعيدة التي قد يكون أو قد تكون في طريقه ومساره. وفي الحديث من الفوائد ما عليه أبواب الجنة من حلق موصدة. وفي الحديث تفسير قوله يبعثك الله مقاما محمودا، وأن المراد به أن أهل الجمع يحمدونه على ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين صلاحا لأحوالهم ورغدا في عيشهم وسلامة من كل سوء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.